فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إعلام المسلمين بنعمة الإسلام، وهذه من مقاصد الحج، حال ذكر آيات الحج إعلام المسلمين بنعمة الإسلام وبقاء الإسلام ودوام الإسلام. الإسلام يجمع، الإسلام لا يفرق، الإسلام يزكي النفوس، الإسلام يربيها، الإسلام يهذبها. تأملوا أيها المسلمون في نعمة هذه العبادة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لم تكونوا على النسك الصحيح، لم تكونوا على العبادة الصحيحة، لم تعرفوا الطريقة الصحيحة، كانت هناك اجتهادات بدعية للزيادة في أشهر الحج وكذلك في مناسك الحج وتخصيص أناس دون أناس في الوقوف وغيره. احمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. في كل شيء ضلال عن معرفة الهدى، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان معلما وهاديا. استشعار هذه النعمة نعمة وعبادة. ومن الدروس التي تؤخذ من هذه الآيات والحديث عن أهداف ومقاصد الحج أن يتأمل المسلم دوما العزة والرفعة والرسوخ في دينه. هذه الآية نزلت قبل كم سنة؟ أكثر من 1400 سنة على محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجهل الآن قارئها عرفات؟ هل يجهل المشعر الحرام مزدلفة؟ هل يجهل أحد مكة؟ هل يجهل أحد المدينة؟ وإنه ليبرز أمامك أمران عظيمان في كتاب الله لم يملأ بأسماء قبائل وأسماء أشخاص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان ذلك أندر ما يكون، لأنه لم ينزل لفترة واحدة تنتهي، بل هو رسالة من الله عز وجل عامة. فالمسلم الذي في العصر الأموي يقتفي آثار هذه الآيات القرآنية، والذي في العصر العباسي يقتفي آثار أن تمسك المصحف أو تقرأ القرآن إلا وتجده يخاطبك ويوجهك ويعلمك بتاريخ ماض للأنبياء والرسل ويوجهك في أوامر لتقوم فيها. فتأملوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف جاء القرآن ليكون خالدا أبد الآبدين إلى قرب قيام الساعة. وإن هناك أمراً آخراً، وهو أن الأمور الشرعية التعبدية في الأماكن ذكرت في كتاب الله. ألا ترى أن مكة ذكرت؟ ألا ترى أن عرفات قد ذكرت؟ ألا ترى أن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو مصدر الأخذ ذكر باسمه وبين حاله في مكة وحاله في المدينة؟ وليس هذا مقام التفصيل في هذا، لكن حري بنا أن نتأمل هذا الأمر.